بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، نلتقي بكم مرة أخرى في هذه الفرصة الطيبة على صفحة الإنترنت. واليوم موضوعنا تكملة للموضوع الذي قد أخذناه في الأسبوع الماضي، حيث ناقشنا النوع الأول من أنواع الأحكام التكليفية. واليوم سوف نناقش أنواع أخرى من أنواع الأحكام التكليفية. سوف نناقش بإذن الله تعالى بشكل مختصر المندوب أو السنة. إخوتي الطلاب وأخواتي الطالبات، نأخذ أولا المندوب أو السنة. المندوب تعريفه في اللغة والاصطلاح من الندب، والندب لغة الدعاء إلى الفعل، واصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وأما صيغته فإن الندب أو المندوب يعرف إما بصيغة الطلب نفسها بحيث تدل على عدم الإلزام كقول الشارع يسن كذا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أو يعرف كذلك بصيغة الأمر مع وجود قرينة تعين المراد بصرف المعنى عن الإلزام إلى غيره، سواء كان الصارف نصا أم قاعدة شرعية عامة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأمر في هذه الآية، الأمر بكتابة الدين، هو للندب لا للإيجاب. أين الدليل؟ الدليل هو القرينة الصارفة عن ذلك، وهي في الآية نفسها، وهي قوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ومعناه أن للدائن أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه، وهذه قرينة منصوصة. ومثل قوله تعالى أيضا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإنه صرف هذا الأمر عن الوجوب قرينة خارجية، وهي أن المالك حر التصرف في ملكه. ويعرف الندب أو المندوب أيضا
من عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل. نأتي إلى أقسام الندب أو أقسام المندوب عند الحنفية. انقسم المندوب عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام: أولا، مندوب مؤكد فعله. ثانيا، مندوب مشروع فعله. وثالثا، مندوب زائد. فما معنى مندوب مؤكد فعله؟ هو الفعل الذي لا يستحق تاركه العقاب، ولكن يستحق اللوم والعتاب، مثل الأفعال المكملة للواجبات الدينية كالصلاة جماعة والأذان والإقامة، وكذا كل ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الدينية ولم يتركه إلا نادرا. أما الثاني فهو مندوب مشروع فعله، فإن فاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا عتابا ولا لوما. مثال ذلك الأمور التي لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فعلها مرة أو أكثر وتركها، مثل صلاة 4 ركعات قبل صلاة العشاء، ومثل جميع التطوعات كالتصدق على الفقراء، أو صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وهذا يسمى فضلا أو مستحبة. أما القسم الثالث فهو مندوب زائد، وهو الكماليات للمكلف، مثل الأمور العادية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب العادة، كالاقتداء بأكل الرسول وشربه، واتباع طريقته في مشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك. وطبعا حكم هذا القسم من المندوب أن تاركه لا يستحق اللوم والعتاب، وفاعله يستحق الثواب إذا قصد به الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم عند الحنفية فقط، أما عند غيرهم فلم يفرقوا بين أقسام السنة، ويسمى عندهم المندوب سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا ومرغبا فيه وإحسانا أو حسنا. هناك بعض المسائل في المندوب، نذكر منها مسألة: هل المندوب مأمور به أم لا؟ اختلف الجمهور من المالكية وأكثر الشافعية وكذلك الحنابلة، حيث قالوا إن المندوب مأمور به. لماذا؟ دليلهم: لأن فعل المندوب يسمى طاعة بالاتفاق، لما يتوافر فيه من امتثال الأمر، وامتثال الأمر يسمى طاعة.
وأما الحنفية فقد خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فقالوا إن المندوب ليس مأمورا به إلا مجازا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمع أن الفعل مندوب لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المندوب ليس مأمورا به. والعلماء أيضا اختلفوا في مسألة هل يلزم النفل بالشروع فيه أم لا، يعني مسألة هل إذا بدأ بالنفل أصبح لازما. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقال الشافعي إنه لا يلزم النفل بالشروع فيه ولا يؤاخذ في قطعه، وأما الحنفية فقالوا أن النفل يلزم بالشروع فيه، فلو مثلا شرع في صلاة النفل أو في صوم النفل فإنه يطالب بالمضي فيه، ولو لم يمض يطالب بالقضاء، لأن الله قال في آية قرآنية: ولا تبطلوا أعمالكم. ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة أنه من شرع في نفل ثم أفسده لا يجب عليه قضاؤه عند الشافعي، وأما عند الحنفية فيجب عليه القضاء للأدلة التي ذكرت قبل قليل. نتوقف عند هذا الحد، وسوف نواصل الموضوع في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.